أنت ثمامة بن أشرس المعتزلي؟ بل ثمامة بن الأشرس النميري، خادم أمير المؤمنين. ما تقول في كتاب الله يا نميري؟ أقول إنه كلام الله. هو مخلوق يا ابن أشرس؟ العياذ بالله من مقالة كهذه. تتعوذ بالله؟ ألست معتزليا؟ لا والحمد لله، ولكن إن رأى أمير المؤمنين أنني معتزلي فأنا معتزلي رغم أنني لست معتزليا. أو تحفظ قوله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟ أو تنكر اعتزالك الآن إذن؟ لو كنت معتزليا لأنكرت ذلك يا أمير المؤمنين، فكيف وأنا لست كذلك؟ لما تتعب نفسك يا مولاي مع مراوغ يروغ منا كما يروغ الثعلب؟ دع السياط تجر لسانه يا مولاي. إن كان الأمر عائدا للسياط وزير أمير المؤمنين فسأعترف بأنني من قتلة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. أيها المارق، على رسلك يا أبا العباس، على رسلك. أعذرني يا مولاي. فما تقول في رؤية الله في الآخرة يا ثمامة؟ أقول إن الناس جميعا سيرون، حتى بشار بن برد. قتلك الله يا ثمامة.